في ما في. معلم ما لقيناها. اللي شلون بتوقف القنبلة؟ ما فيك، ما بتحسن توقفها. إذا ما وقفتها أنت كمان بتموت. يلا، بعرف إنك مو حابب تموت. إذا بتساعدني بتوقيف القنبلة رح تعيش. ليك فيني أنقذك من المنظمة. فيني غير لك وشك وأبعتك لبرات البلد. وشو ما بدك بعطيك. بتعيش مثل الملوك، شو؟ أنا ما بدي موت. لو بعرف بقول لك. بترجاك لا تقتلني. لو بعرف بقول لك فورا. قوم انقلع انقلع. شو ألبير، وصلتكم الصورة؟ طيب في جنبك خبير؟ البروفيسور معنا هون، حاليا عم بدقق الصورة يلي بعتها. الوضع ما بيطمن ابدا، الظاهر ما رح نقدر نوقفها. لازم يكون في شيء بنقدر نعمله. لسه في وقت. على القليلة بنقدر ننقل القنبلة بالهليكوبتر لمحل يكون ازاها اقل شيء. ما بنصح انكم تعملوا هيك شيء. نظام القنبلة حساس كثير، يمكن تنفجر بسبب الاهتزاز، وغير هيك إذا انفجرت بعد ما بطير بالهليكوبتر راح يكون الضرر من انتشار الإشعاعات النووية أكبر بعشرين ضعف. يعني شو هالحكي، نقعد وإيدينا مربطين؟ لازم يكون في شيء بنقدر نعمله. مع الأسف ما في شيء أبدا تقدر تعمله. حاول إنك تبعد من هنيك وبسرعة. أنا لسه في وقت، قد ما بتحسن حاول تعيني. اتصل فيه مرة تانية. ما عم يجاوب، ليش لا اتصل كمان؟ منيح اللي بنعرف وينه. معلم، هلا نحن لحالنا بدنا نموت بهي القنبلة؟ بس نحن بدنا نموت؟ إيه، ما رح يضل حدا باسطنبول إذا انفجرت. عبد الحي، اتصل بألبير هلا، يعني خليه يبعث لنا هليكوبتر بنركب وبنروح. أنا ما عم بحكي مشاني وبس، أنت عندك ولد، يعني قلتها مشانك. ماشي.
طريقنا بناخد علي مماتي وماما نازك وبابا عمار. خلاص بدها تنفجر. ألو ألبير، في فكرة ببالي. رئيس الحكومة بعده هنيك؟ طيب مين عنده؟ عند رئيس الحكومة هلأ في جنرال أمريكي والسفير. معناتها خليه يحكي معي. نقدر نعمل شيء ابدا؟ اذا فيكم ما تخلوا الجنرال والسفير الامريكي يطلعوا من عندكم يمكن نقدر حلها. الامريكان طلعوا من عنا؟ هلا عم يركبوا الهليكوبتر سيدي. بعت وراه. بس يا سيدي اذا ما اجوا معك جيبهم بالقوه. هاي الهليكوبتر ممنوع تطير من هون. تحت امرك سيدي. سمعت شو حكيت؟ سمعت. انتظروني انا جاي لعندكم. معلم شو عم يصير؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نرجع البضاعة لصاحبها. ما فهمت معلم. تعالوا خلينا نرفعها على مهل. السيد رئيس الحكومة طالبكم. بس لازم نطلع. السيد رئيس الحكومة طالب منكم ترجعوا. تفضلوا. أنا بمثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هون، وما بيصير إنك تهيني وتهيني الولايات المتحدة بهالطريقة. بأي مبرر نحن موقفين هون؟ لأنه أنت ورئيس بلدك عم تعتبروني أنا وبلدي ولا شيء. أنا بلدي ما أنا مختبر لألكن. أنا بلدي ما أنا فارق التجارب لحتى تجربوا عليها قنابلكن النووية. سيدي رئيس الحكومة، أنتوا يلي ما قدرتوا تحافظوا على القنابل النووية اللي حطيناها عندكن لحمايتكن. شو أنا متذكر غلط؟ مو انتو ترجيتونا مشان نجيب لكم هيك اسلحة؟ عرف حدودك، فشرت. بهالحالة انا برفض ابقى هون اكثر من هيك. ليش؟ شو خايف من الموت؟ شوف انا ماني خايف. انتو عندكم تجربة لانكم ضربتوا اليابان من قبل. تعرفوا شو اللي صار وشلون الناس بتموت من ورا هيك قنبلة. شو بدكم منا هلا؟ ولا شيء. بس نحن حابين نموت مع بعض، نحن وحلفائنا. نحن حلفاء من 60 سنة، ما هيك؟ سيدي الرئيس، حلفائنا روحهم غالية على حالهم. ولهيك يمكن يقدروا يمنعوا انفجار القنبلة تبعهم. وكيف راح يمنعوها؟ راح يتصلوا بالبنتاغون دغري. ويفوتوا على شفرة القنبلة من عندهم.
وهيك رح يتسكر نظام التفجير من واشنطن. عم ترجاك سيدي، فجروا القنبلة، فجروها، خلوا القيادات التركية تموت، والسفير الأمريكي والجنرال ومعه ملايين من أهل اسطنبول. العلاقات التركية الأمريكية رح تتحول لكره لآخر لحظة بالحياة، وهيك رح يطلعوا الأتراك من الناتو ويرجعوا مثل زمان، يرجعوا للي دعمون بالزمان، ما رح يسمعوا غير أوامرنا. هاي فرصة كبيرة لألمانيا لترجع توقف، هاي فرصة كبيرة للرايخ الثالث. ما عم نقدر نوقف العد العكسي لأنه الأوامر ما أجت من واشنطن سيدي. شو بتقترحي علينا نعمل؟ ادخلوا على أحداثيات النقطة اللي نحن فيها هلأ. 41 درجة شرق خط الطول 10 دقائق و8 ثواني، شمال خط العرض 29 دقيقة و8 ثواني. ماشي، سجلته سيدي، رح نحاول نقفلها عن طريق بس النظام. معكن 45 ثانية. عم نشتغل سيدي. الإدخال الأول سلبي. حاولوا من القمر W18. سلبي سيدي، رح جرب من G13. جي 13 سلبي. 15 ثانية. رح جرب من B45. عم جرب سيدي بس سلبي كمان. لحظة سيدي لحظة، عم ندخل على نظام جديد. ما بقي غير 6 ثواني. مش الحال سيدي. مين المريض النفسي اللي حب يفجر هالقنبلة؟ هذا يلي صار اسمه جنون ورهاب دولي. الجرأة لحتى يعملوها. على كل شكرا. عن إذنكم هلأ راح نروح نحن، بس راح تضل القنبلة عنا. السيد رئيس الحكومة معه حق إنه يكون معصب، بس مو كل مرة تسلم الجرة. آلية تفجير قنبلة رح يقدروا يفكوها لعلماء يلي عنا. القنبلة رح تبقى عنا. سيدي رئيس الحكومة رح تدفعوا ثمن هالشي. تقدر تضمن لي انه الارهابيين ما ياخذوا القنبلة بفجروها بامريكا او اسرائيل؟ واضح انكم ما قدرتوا تحافظوا عليها بالسابق. شو ضمانتكم للمستقبل؟ مو نحن، انتو يلي ما قدرتوا تحافظوا عليها. هاي القنبلة سرقوها الإسرائيليين منكم، وانتو بتعرفوا هاد الشي، ويلي سرق من الإسرائيليين لهلأ مانو معروف. نحن سكرنا ملف التسلل على القاعدة مثل الحرامية، إذا فتحنا هالملف رح تنطردوا من الناتو. أنا دخلت على القاعدة، إذا رجعت وخبيتوا إرهابيين بالقاعدة على أساس عملاء رح أرجع أدخل، وإذا الإرهابيين اللي عم يقتلوا مواطنين بلدي هربوا على أي مكان فأنا رح ألحقهم لهنيك ولو كان تحت أي علم. اثبتوا انه اللي عملوا الهجوم كانوا متخبيين عنا ونحن مندفع الثمن. انت دخلت على القاعدة، لو كانوا متخبيين هنيك كنت قبضت عليهم. انا كمان تحججت بشغلات ودخلت العراق. مراد على مدار ضحك على التانيين بس مو علي. قلت لي بدك دليل؟ رح اجيب لك الدليل اللي بدك اياه. اذا ما بتجيب الدليل رح اعلنكم انت وجماعتك
أعداء للولايات المتحدة الأمريكية ورح أطلب تسليمكم رسميا. أنا يا سيد ما لي عداوة مع أي دولة. أنا عم لاحق الإيدين اللي عم تدخل على بلدي وعم تعمل مشاكل. رح أكسرهم إيد ورا إيد. ونصيحة مني لألك، لا تستخدم معنا التهديد. نحن ما منخاف من التهديد مثل الأوروبيين. التهديد ما بيعمل معنا غير زيادة بالغضب. وهلا انتهى الاجتماع يا سادة. في اجتماع للناتو قريب. إذا ما قدرت تجيب الدليل اللي عم تقول عنه قبل الاجتماع، هاي الشغلة ما عاد تخلص أبدا. وإمتى هذا الاجتماع؟ الاجتماع بعد يومين. لو كنت محلك ما بفكر يا سيد حسني. ليش سيد تركي؟ لأنه ميماتي رح يكسرها مرة تانية. يا سيدي يكسرها ويكسر راسي إذا بيحب كمان. خليه يشوف إنه أنا ما بتراجع عن حبي. شو هالحب يا زلمة؟ خلصني. اللي بيشوفك، لا تفهمني غلط، بيفكر أختنا شي شغلة. وأسفا عليك يا تركي بيك. شلون إلك قلب إنك تحكي بهالطريقة عن حبي وعن وردتي؟ أنا قلت لك لا تفهمني غلط. يعني شو ملاقي فيها؟ ليش بتحبها؟ هذا هو السؤال. الإنسان ما بيحب الشكل وبس يا أستاذ. حتى المجنون المثلي بيعرف هالشي. معقول يكون في شيء أهم من إني حب وحدة وهي بتحبني وبتضحي مشاني؟ كيف بنسى تضحياتها وعطفها علي وأدبها وأخلاقها معي؟ هدول هنن المهمين. عفوا أخي حسني، أنا الحقيقة ما حدا حبني بحياتي. معناتها أنت أعطيهم فرصة لحتى يحبوك؟ شلون يعني؟ ما فهمت. بيكفي حاجة تنظف هون وهون. روح نظف شبكة العنكبوت اللي على قلبك. بنظف وبضل عم نظف، يعني شو هالقصة؟ ما بيصير. هاي الوساويس مللتني حتى لإلي. إذا مللتك تمللك. ما بيقيلي غيرك يحبني؟ اطلع لبرا حاجتك. شو عمران ما جعت؟ لا معلم. وانت عبد الحي؟ لا معلم. وميماتي جاع ولا لا؟ لا معلم ما جعت. شبكم شو صاير معكم؟ كأنه هالقنبلة بعدها قاعدة على قلبنا معلم. والله يمكن يكون معك حق. إذا جوعان بعمل لك بالمكتب بيض مقلي. ما بشبع بالبيض المقلي يا عمران. القصة فيها موت. وما حلو بحقنا نموت ونحن جوعانين. شو صاير لتحكي عن الأكل معلم؟ العمليات دائما بتجوعني يا ميماتي. ايه بس العملية خلصت. العمر بيخلص والعمليات ما بتخلص. شو زينال؟ عمي كلفك فيها إلك؟ شو؟ كلفك مشان أنت يلي تقتلني؟ لو بده كان قتلك هو. ما تكذب. من كم سنة عمي ما قوص حدا يا زينال؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ شلون بدك تقتلني زينال؟ اوزجان انت شو عم تحكي؟ بدك تقتلني انا ونايم؟
ولو أنا قاعد هيك، ولو أنا ماشي بالطريق قاعد عم تتخيل على كيفك وبدك تتبلاني؟ بدي تشنقني بالحبل. عم تسمع؟ بلا ما عمي يتلوت بدمه. بصير؟ زينال، في شي مرة بهالحياة ما نفذت أمر كان عمي عطيك يا؟ ايه عملته. شو هو؟ أنا نسيت وعمك نسي كمان. شو هو؟ قلي شو هو؟ اصحى لحالك حاجتك، شوف حالك وين صرت. شو عملت بقصة دول فقار وزازا؟ شلون حليتها؟ معلم، زلمة دول فقار خابس خابسة كبيرة، يا زلمته يا ابن أخوه. وشو عامل؟ قال لحاله زازا ما بيدفع المصاري، رح حولها للمنظمة. وزازا طبعا صحيله، نحن بقلب الشغلة، ليش لحتى يدفع المصاري؟ قام راح سرق كراج سيارات دول فقار وجمع له المصاري. قليلين عائل دخلوا المنظمة بيناتهم. لا مو قلة عائل، هي خبسنة. مو أنا يلي فرضت العقوبة؟ بدهم يعلموا علي وبدهم يعلموا على زازا أنه كسروا راسه. بس يلي عملوا زازا قلب الموضوع كله بالعكس. شو يعني يشتغل مع المنظمة معلم؟ ما بدك تفرض عليه عقوبة؟ أنا شو بدي أفرض؟ ذو الفقار بيفرض. معلم، العدالة اللي بتجي متأخرة مو عدالة. لازم تفرض العدالة بأسرع وقت، وإلا الساحة راح يصير فيها الدم للركب. ما كان عنا وقت ندقق بالملف يا عمران. القاعدة الأمريكية وشمال العراق، اسطنبول، أسوار وكمان الجسور. أوه، مماتي روح احكي مع ذو الفقار وقلو لا يعمل شي لابن أخوه. يعمل معلم، ليش لحتى ما يعمل؟ لا يعمل شي مماتي، ليش لا يعمل؟ لا يعمل منشان ما ينسفح دم وبلا ما يحقد ذو الفقار على زازا. زازا رح يخلي راسي يوجعني كتير. احكي معه كمان وسكروا هالموضوع، وبعدين أمن لاتنين شغلة يكونوا شراكة فيها وخلي يكسبوا مصاري. يعني معلم تدخل فيها المخدرات؟ لا مماتي، ما في مخدرات. عم تقول لازم يكسبوا منها كتير؟ شو ما في شغل تاني؟ لا تخليني عصب. بكفي معلم، انتفخت من هالسيرة. هلأ حال البلد وين؟ والموضوع اللي عم تحكوا فيه وين؟ يبدو انك انتفخت لانك كترت شرب عيران. اذا سمحت شوية صودا لعبد الحي. تأمر امر. معلم ما في داعي للصودا، اذا بشرب برميل كامل ما برتوي. أنا الحقيقة شبعت بس ماني قدران وقف. جيب له كنافة لبيماتي. حاضر معلم. وأنا بقول تكرم عينك. معلم كيف بدنا نلاقي عناصر الموساد؟ احكي مع البير وخليه يبعث لنا عنصر المخابرات اللي طلع جماعة الموساد من المخفر. وشو رح يصير لما بيجي العنصر لعنا؟ بيجيبوه على التحقيق والباقي سهل. معلم هدول مانن أغرار. عبد الحي للأسف نظامنا الأمني ضعيف لدرجة كبيرة، لدرجة إنه كل مخابرات العالم بيعرفوا إنه الشباب اللي عنا أغرار وما عندهم خبرة. هات لهون هات. تفضل معلم. والله أنا بعد ما أكل هالكنافة هاي ما رح أرضى يروح خير البلد لحدا. لوين معلم؟ بدي روح سلم على بابا ممدوح وشوف إذا حفيده بيعرف شي. معلم سفرتك دايما إن شاء الله.
يسلموا ايديك. معلم ممكن نتصور معك؟ عفوا معلم ممكن نتصور معك؟ ابني شو ما عندك عقل؟ إذا حدا عرف إنه إجينا لهون بيهدوا المحل على راسك. الموساد أعدائنا وأمريكا عدوتنا والمنظمة عدوتنا. خليك هيك ولا تقول لحدا إنه إجينا، فرقنا بريحة طيبة. حاضر معلم. يسلموا ايديك، عزبناكي معنا. شو هلا؟ زعلان لأنه القنبلة ما انفجرت؟ في عنا مشكلة. إذا مشكلة واحدة مو مهم، فينا نحلها. حفيده لبابا ممدوح أنقذوا مراد على مدار. شو يعني بدكم تعملوا لي مشكلة مع شهميران؟ لو يلي كان قاعد هون محلي رجال، ما كنت رح تقدر تجي تقول له هالحكي بوشه. بالنسبة إلي أنا القائد قائد، ما في مرأة أو رجال. معناتها وقت بقول لك بتقتل يعني بتقتل. اطلع لبرا. كيف يعني القملة ما فجرت يا غبي؟ عفوا سيدي، رجال لالا زارا وقفوا اعدام باران وقت التنفيذ، ومن ورا هالشي عرف مراد على مدار بمحل القملة. لك ومين هاي لالا زارا؟ مين هي حتى ما تنفذ اوامري؟ اتصلوا بهي المرأة. حاضر. نلعوا من هون، نلعوا. شهميران على الخط. انت اطلع. الو. لك مينك انت حتى ما تنفسي اوامري وتخبصي الدنيا ببعضها؟ ايوه، ومينك انت لتصدر لي اوامر؟ مينك انت لتعمل حالك قائد مع انه القائد لساته عايش؟ كيف بتقرر تفجر اسطنبول؟ اسمعيني منيح لالا، اذا انت قاعده على هداك الكرسي وعم تشتغلي بالسياسه وبتعاندي هاد وهداك وتناوري، عم تعملي هذا الشيء بفضلي انا، عم تقدري تعملي هالشيء من ورا السلاح تبعي انا. ما بعرف من مين عم تاخذ هي الاسلحه. من اسرائيل يا ترى؟ ولا عم تلعب الاسرائيليين والالمان سوا؟ لك انت ما بتخجل من خيانتك لشعبك؟ لا يا غره، مو انا يلي عم العب على الحبلين من 20 سنه. هذا الحكي تحكي للعناصر الجداد اللي انتسبوا لمنظمتك من طرفك. الو الو. اهلا وسهلا. اهلا فيك. كله تمام. اهلا وسهلا فيك يا مراد يا ابني. اهلا فيك بابا ممدوح. تفضل. شو صار؟ شبعت من شفت حفيدك؟ أنا ما عندي هيك حفيد أبدا. حتى لو بتقول لغيته ما بيلتغى. بيلتغى بيلتغى. يلا هلأ اتركنا من هاد الحكي وقلي شو عم بيقول قلبك. عم بيقول ليش كان ليموت ابني؟
أنا لازم كنت موت بداله. ابنه كمان بيموت، يعني ليش لا يموت هو؟ يا بابا ممدوح، هاي الأسئلة أنا دايما بسألها ولهلا ما لقيت جواب. مزبوط أنه هاد الولد كان رح ينسف اسطنبول بما فيها؟ ما عم بقدر استوعب، لك ولد من صلبي ومن روحي ومن لحمي ودمي، كيف بيطلع بقلبه أنه يعمل هيك شي بشع؟ أنا ما أكلت حرام وما طعميت حدا حرام وما أكلت حق حدا بحياتي، ويا ما تنازلت عن حقي كمان. شلون هالشغلي؟ لك شو نوع هدول الناس؟ مأمنين. مأمنين إنهم يقتلوا الناس هيك؟ قدروا يقنعون. بمين ها؟ بمين؟ بمين أقنعون؟ ولك بشو أقنعون؟ طيب أنت سألت حفيدك شي؟ قعدت وحكيت معه؟ سمعت منه شي؟ يعني شو بدي أسمع منه؟ إذا أنت ما سمعت غيرك كتير بيسمع. مين ما بده يسمعه بكفي. هاي شافت أمه وشمت ريحته وريحت قلبها، فيكن تاخدوه وتحطوه بالسجن وما يطلع مرة تانية. ماشي، يعني حليت الشغلة هيك أنت؟ أنا هذا الحل اللي عندي. إيه حلو كتير، منجمعهم كلهم ومنحطهم بالسجن وبيخلص الهم خلاص. وإذا ما في محلات بالسجون بنعمل سجون جديدة، ما مشي الحال منحاول ضيعهم بالأسلاك والأسوار ومنعيشهم نفس حياة السجن فيها، وإذا ما مشي الحال منعطيهم أرضهم ويروحوا عنا. هذا حلك بابا ممدوح؟ هلأ أنت جاي بدك تدافع لي عنهم؟ ولا هيك عم تستدرجني لتعرف شو فيه بقلبي؟ أنا ما عم بفهم عليك. كل يلي عم قوله إنه عنا جرح كبير، إذا ما نحن عالجنا هذا الجرح بإيدينا رح ينكشوا لهذا الجرح ورح نحكه. بدهم يسووا بالجرح غرغرينا ورح نتوجع، وبتعرف شو الباقي. خلينا نقول إنه في عنا جرح كبير، ولو ما عنا حل منقول يا رب عطينا حل، وإذا الله ما ألهمنا بحل وقت يصير يلي بده يصير. بس أنا مؤمن والله رح يلهمنا، رح يلهمنا آمنت ولا ما آمنت. باران رجع من الموت، روح قل له الحمد لله على السلامة، قل له بتريد مني شي يا جدي؟ وبعدين لا تأكل هم، خلص أنا بهتم فيه. يا ابني أنت عندك شغلك ومشاغلك، شو بدك حتى تتعذب معنا كمان؟ أنا هذا شغلي وهي مشاغلي. شو بابا ممدوح بدك تخجلني؟ لك أنا روحي فداك، شو هالحكي هاد؟ شلون بدها تزبط معي هالشغلة يا مراد؟ بدنا نعفي عن يلي بيغلط، بس ما رح نعفي أبدا عن يلي بيخون. شلون بدك تميز بيناتهم يا مراد؟ لو كان حفيدك خاين ما بيشفي على أمه ولا بيتصل فيها، لأنه الخاين ما عنده حدا لا أم ولا أب. اجا جدك. أخي مراد هات إيدك لبوسة. أستغفر الله. الحمد لله سلامتك. بدك شي يا باران؟ بدي تتركوني روح. حضرتك لوين بدك تروح؟ وشو علاقتك؟ روح على جهنم اصطفل. ما شبعت من العيشة بجهنم؟ بدك ترد ترجع؟ جهنم بالنسبة إلك، بس هي الجنة إلي. روح انقلع من بيتي يا مجرم يا ناكر الجميل. بابا ممدوح اسمح لي إذا بتريد. جاي تاخد الفدية فورا مو هيك؟ فدية شو هاي؟ مو انقصت لي حياتي يا علم دار؟ لازم صير اجيرك وعبدك، لازم اعمل اللي بدك اياه. انا ما اعطيتك روحك لسامحك فيها. من سنين وانتو عم تسامحونا بارواحنا وباموالنا، كل شي قلنا مفكرينه الكن،
ليش هلا عم تنكر هالشي؟ امرني لبيع قضيتي وخون المنظمة تبعي ومرخ شرف جماعتي بالأرض. ليك انت ما بتعرفني، انا مراد علمدار وجدك بيكون صديق لألي. شي طبيعي، جدي كمان كلب للحكومة وانت كمان. ما عاد تحكي لحتى خلص كلامي للأخير. وإذا كنت خلصت كلامي ولا ما خلصت كلامي، ما بدك تذكر كلمة حيوان على لسانك أبدا. تحكي معي مثل البشر، تحكي معي مثل الرجال. اسمعني، جدك بيكون صديقي وأنا عايش حياتي من شان أصدقائي وحبايبي، ومستعد موت من شانهم، وبقتل بقتل بدون ما يرف لي جفن من شان كرامة أصدقائي وحبايبي كلهم. خدني وسلمني للحكومة فورا ولا تتعب حالك على الفاضي. من هلا ورايح أنا الحكومة بالنسبة لك. بدك تتمرد تتمرد علي، وإذا بدك تعترض تعترض علي. عندك مشكلة تجي بتقلي عنا، في عندك صراع بتصارعني لألي. بس إذا بتقصر ذرة باحترام صديقي حتى لو كان هو ما زعل منك، ما رح يرف لي جفن وما رح رد على دموع أمك ولا على صريخة. على قليلي ابنه ما رح يموت برصاصة غدر، ما رح يموت وهو خاين. من لحظة طلعتك من هالغرفة أنت رح تصير عدوي. إذا بدك تقتلني هلأ اقتلني، بما أنه الفرصة بإيدك لتقتلني. خود انت قتلني، يمكن اعدائي يكرهوني للموت، ويمكن يغدروا كمان، ويمكن ينصبوا لي كمائن، يمكن يحكوا علي من ورائي وبيقدروا يقوصوني، حتى بيقدروا يقتلوني، بس ولا عدو من اعدائي بيقدر يقلل من احترامي شعره. خود قوص. انا ما قلت هون، لما تطلع من هون رح اقتلك. هاي بقى قلة احترام. من دخلتي زبتت كلام بيضحك، قلت لي انه جاي اخذ فديه. ليش انت من شو لحمك ومن شو دمك؟ ليش انت قديش حقك؟ ليش انت شو لحتى اخذ من شانك فديه؟ قعدت حضرتك وصرت تهين اللي عم اقول عنه صديقي، وانا بلعتها. بس لما حضرتك بتقول انه لما رح اطلع من هون حتقتلني، هي ما بقدر ابلعها. انا ما بهرب على اي محل من شان عيش، وما بعرف اتخبى ورا اي شيء. خود قوص، خود. لا تضغط علي هيك. ليش بقى؟ اذا بتعرف عاداتنا بتمنعني اني قوص حدا قدام امي. انت هلا ضيفنا والضيف شرف. حاجتك بقى علاك وحكي فاضي. شو مو هيك بمنظمتكم؟ ترفضوا العادات والتقاليد والأعراف، ما هيك؟ بس أنا هلأ ضيفك، هاي مزبوطة. كانوا رح يقوصوك رفقاتك بس لأنك اتصلت بأمك، ما هيك؟ مو معقول رفيقك يعمل فيك هيك، بس منظمتك بتعملها. أنت من شعب بيعتبر الضيف ببيته شرف، وانت بتروح بتخدم المنظمة اللي عم تحاول انها تقتل هذا الشعب. ما عاد عندي شيء احكي مع واحد ما فيه عقل مثلك. انا ضغطت عليه انت خده بالهداوي. إذا عنده أي شيء يسمعه، ونقول اللي بتسمعه لألبير يمكن يطلع منه شيء. معلم طيب بلكي حاول إنه يهرب. لوين بده يهرب عابد؟ المنظمة رح توصل براسه أول ما رح يشوفوه. هذا عم يتدلل لا ترد عليه.